FM. الكلمة ليك. في التقييم هذا ثم هكا وهكا. كيف؟ معناها ثم خطوات أن الحركة دي عادة الأمل للفئات واسعة، خاصة العنا والتهميش والإقصاء داخل ميدان تونس، وخاصة معناها من فئة الشباب، ثم عدد نتاع شباب مهم جدا داخل. هذا إيجابي جدا، فهمني، هذا إيجابي جدا. ثم مسألة التحسن الطفيف في عملية تركيز الهياكل، إلى جانب ذلك ثم العديد من الأخطاء اللي لازمنا نقف عليها على خطر هذه، أما تفتح على أن هالأخطاء هذه ما تتكررش وتعظمش وتفاجئنا، وثم أن ينفجر الحزب كما وقع في أحزاب سابقة، أو أن حقيقة نقبلوا أن مع بعضنا نحد وشنية خطورة هذه الأخطاء وأنا نصلحها وتؤدي لتعزيز الوحدة. شنية الأخطاء سي مصطفى؟ العباد ماهيش فاهمة طبيعة الصراعات، ما بين الأخطاء معناها المرمى مفتوحة، مما وكثير من الأسئلة الحارقة اللي هي مفتوحة. هذا مسألة العمل الجماعي، هو هذا ماشي وهو يتراجع. في الحقيقة الانطلاقة كانت جيدة، اليوم معناها في المشهد معناش نشوفه في تحرك جماعي، السلطات كلها معناها والظهور الكل وتحت المنطقة هو تم على طريق الأمين العام، وهذا معناها مناقض للشيء اللي كنا متفقين عليه في البداية، أن قبل في نيداتون ثم احتكار من برونات اللي هما معناها وصلوا التجربة هذيك الواحد. اليوم هذه تشكل وبشوية بشوية تشكل اختر. البداية كانت باية، كانت ثم لقاءات، كانت ثم حوارات. اليوم أنا معناها هي اليوم الحوارات بداوا يتقصوا، لكن شوي. اليوم غاب الحوار وبدأت تظهر وتطغى المشهد على الحوار. كاب اف ام، الكلمة ليك.